اكتب عميه حتى النهايه الفصاله ديالو والخياطه ديالو غنوريها لكم في هذا الفيديو. هذا فصلت الجلابه شط ليا تو توب صغير عدلت به صك، فصلت الجلابه هذه هي فصلت الجلابه شط ليا هذاك التو عدلت به هذا الصك، هذا سبقت الصك عاد تنخدم من بعد الجلابه ان شاء الله. كذلك حتى هذا الصك هذا خدمت من جلابه اخرى، هذا الصك هذا بهذا الموديل انتم كتشوفوا، زيد عنده هذه الفرفره من هنا، كذلك هذه الجناب ديالها انتم كتشوفوا كيفاش عنده هذا يد واحد. المهم تبعوا الفيديو حتى النهايه، الفيديو تبعوا حتى النهايه ان شاء الله وغتشوفوا هذا الصك كيفاش غيطلع. هذا الثوب اللي شط لينا من الجلابه اللي فصلنا انتم كتشوفوا، هذا الثوب شط لينا كنديرو هنا كنديرو 30 سنتيمتر، المهم على حسب شحال غيشط لينا شحال شط لينا في الثوب، على حسب شحال شط لينا في الثوب ممكن يوصل لك شي 30 ممكن يقدر يكون اكثر. الطول غندير 40 سنتيمتر لكن راه في الخدمه غنقص منه، يعني غتكون 40 من تماك 40 من هاد الجهه، هو قطعناه كما كتشوفوا قطعنا هذا دابا نديرو به ليدين ديال الصاك، هادو ليدين الصاك. مازال حاجة أخرى، كندير هكا كندير واحد النقطة هنا في الوسط، كنعمل 8 سنتيمتر هنا في هاد الجهة وكندير كذلك 8 في هاد الجهة 16، كنمشي لهاد الجهة هادي كذلك كنعمل 8 وهنا كذلك كندير 16. هاد الدائرة اللي غنخدمها هانتوما شفتو أنا قطعتها، المهم هما قطعتهم بجوج هاكم الطريقه كيفاش التراساج نتوما كتشوفوا كيفاش داير. كذلك كنتبع هذا التراساج هذا اللي درت انا قطعت، شوف كيفاش جات. اخر فيديو وغتشوفوا الصك كيفاش يعطي واحد الجماليه زوينه، الفصاله ديالو سهله الخياطه ديالو كذلك سهله والوقت ما كيديش الوقت طويل، يعني دغيا كيتعدل هذا الصك الفصاله ديالو ولا الخياطه كله.
بحال هاد البونت هادي اللي من تحت تحت الصاك بهاد الطريقة اللي كندويو ليها. كذلك الأخرى مازال ما كملناش باش نخدمو هادي نصبو ميه مزيان هادي كذلك هنا كتجي ديك الخدمة ديال اكس هنا واحد الزواقة اكس الخياطة باش كتجي زوينة مكتبانش شي عيبة. هذا اليد الاول خيطو هاد الفرفرة اللي درنا دابا الصاك كملنا بالخياطة نرجعو لهاد الفرفرة هادي اللي لصقناها اللي درناها يعني كنخليوها بلا سورجي كما كندوزو ليها شي سورجي ولكن كنحاولو نزيدو نحلوها شوية هكا هكا كدوز كلها محلولة بهاد الطريقة ها بهاد الطريقة هادي كلها كدوز بهاد الطريقة هادي هي كلها